ضمن بعثة المرضى الذي وصلوا إلى تركيا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا بالنسبة للإخوة المرضى الذي وصلوا من اليمن سواء الدفعة الأولى أو الدفعة الثانية، تتم تقديم الخدمة لهم في جانب التركي في تركيا بشكل جيد، لكن لوحظ أن هناك بعض الحالات لم يتم دراستها مسبقا ولم يتم التنسيق مع الجانب التركي بحيث إمكانية تقديم أفضل الخدمات لهؤلاء، لأن معظم الحالات كانت من الحالات المزمنة والتي هي بحاجة إلى علاج طبيعي، والعلاج الطبيعي من المعالجات التي عادة ما تستمر طويل وتحتاج ربما إلى وقت طويل حتى تظهر النتائج. لكن وفي هناك بعض الحالات أيضا التي ربما قد كان القرار موجود لديها مسبقا بأنه لا فائدة أو لا جدوى من حصول أي تدخل جراحي مع هذه الحالات ولا يمكن عمل أي شيء. مع الأسف بعض هذه الحالات أرسلت، ولاحظ الجانب التركي أن هناك بعض الحالات كان يمكن عدم إرسالها، ومن الأفضل إرسال حالات تستحق أن تقدم لها هذه الخدمة بحيث أن تكون الخدمة المقدمة تعطي صدى واسع وجيد. لا أدري من وراء عملية الاختيار، هل كان الاختيار عشوائي أم كان الاختيار بناء على لجان طبية متخصصة بحيث تفتي في جانب جدوى عملية المرضى. أيضا بعض الإخوة المرضى أرسلوا مع العلم أنهم بحاجة إلى عملية ربما بعد فترة قد تتعدى 4-5 شهور، هذا أيضا ربما يكون هناك الجانب التركي يبحث في أمر هذه الحالات، وربما تتخذ بعض القرارات في إرسال في إعادة هذه الحالات إلى اليمن كون ليس هناك جدوى أو فائدة من بقاء هذه الحالات. فنتمنى أن يتم تدارس هذا الأمر في المجموعات السابقة يمكن ترسل الحالات التي يمكن أن تقدم أن يكون لها جدوى من وصولها وإرسالها إلى هذا البلد، مع العلم أن الخدمات الطبية المقدمة هنا تقدم على أكمل وأشمل وجه. ويتم طبعا يتم البحث في الحالات والبحث في تشخيص الحالات حتى يوصلوا إلى التشخيص الدقيق وبالتالي تقديم الخدمة المناسبة. وبكون الحالات هي من الحالات ما نسميها بالحالات الباردة أو الكولد كيسز، فهذه الحالات ربما يأخذ وقت طويل في عملية إجراء الفحوصات والاختبارات وزيارة من طبيب إلى طبيب إلى آخر، مع العلم أن الجانب التركي لم تقتصر خدماته على مشكلة ما وصل إليه المرضى، بس بعد ذلك إلى كل ما يشكو إليه المرضى سواء من مشاكل في الباطنية إلى مشاكل في ما نسميه في الجهاز التنفسي إلى 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 آخر. نتمنى أن يتم الأخذ الاستقصاء جيد عن الحالات المرسلة. مع الأسف مشاهد حالة من الحالات تستخدم علاج التيبي، مع الأسف وصلت إلى هنا قطعاً عن العلاج 3 أيام ولم تأخذ حتى العلاج الخاص بالتيبي لديها، وعندما سألت المريض أجاب بأنه زار المركز أكثر من مرة ولم يحصل على العلاج. عندما ذهبنا لأخذ العلاج للمريض هذا وجدنا أن النظام التركي بالنسبة للعلاج لا يستخدم الأنظمة الحديثة لمنظمة الصحة العالمية في علاج التيبي، وبالتالي وضعوا على النظام المتبع لديهم. فنتمنى أن يكون هناك بحث جيد في الحالات والاستقصاء حتى تتم تقديم خدمة مناسبة وجيدة لهؤلاء المرضى. وشكرا. شكرا يا دكتور سمير. عفوا.